واحدة من الدول الكبرى في تاريخ الإسلام وإقليم وسط آسيا، لعبت دوراً كبيراً في تاريخ الدولة العباسية والحروب الصليبية والصراع الإسلامي البيزنطي، وهي سلالة تركية تنحدر من قبيلة قنق التي تنتمي بدورها إلى مجموعة أتراك الأوغوز، حكمت في أوج ازدهارها كافة إيران وأفغانستان ووسط آسيا وصولاً إلى كاشغر في الشرق، فضلاً عن العراق والشام والأناضول غرباً وصولاً إلى مشارف القسطنطينية. قامت الدولة عندما دخل مؤسسها طغرل بك مدينة مرو في وسط آسيا، وحتى عام 1157 عند مقتل السلطان أحمد سنجر الذي تفككت الدولة بعده إلى ولايات منفصلة حكمت أجزاء مختلفة من وسط وغربي آسيا. نهضة السلاجقة، من هم وينتمون إلى أين؟ أخذ التاريخ يذكر اسم السلاجقة منذ أواخر القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، وبدأت قوتهم تظهر على مسرح الأحداث في أوائل القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، ثم لم يلبثوا أن أسسوا دولة كبيرة في المشرق العربي الإسلامي، وازدادت شوكتهم ولعبوا دورا مهما في توجيه سير الأحداث، كما كان لهم أثر كبير في تغيير الأوضاع السياسية، حتى صاروا من أهم الدول التي ظهرت على مسرح التاريخ الإسلامي. العالم الإسلامي قبل ظهور السلاجقة. حين قيام دولة السلاجقة في أوائل القرن الخامس الهجري، كان العالم الإسلامي تتنازعه الخلافة العباسية في بغداد، والدولة الفاطمية في مصر والشام، والدولة الأموية في قرطبة بالأندلس. إضافة إلى ذلك، كان هناك عدة دويلات أخرى أهمها الدولة الغزنوية في بلاد ما وراء النهر والهند، وكانت معظم هذه الدول تمر باضطرابات داخلية وخارجية أدت إلى تقلبات في الأوضاع السياسية، مما هيأ لدولة السلاجقة الظهور على مسرح الأحداث حتى أصبحت قوة كبيرة. أصل السلاجقة. شهد التاريخ حركة خروج القبائل التركية من مواطنها الأصلية في أواسط آسيا واندفاعها إلى غربي آسيا وشرقي أوروبا ووسطها، وهي حركة امتدت من القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي إلى الحادي عشر الهجري السابع الميلادي. وينحدر السلاجقة من هذه القبائل التركية وينتسبون إلى جدهم سلجوق بن دقاق الذي أسلم هو وجميع من تبعه من رجال قبيلته، وكانت منازلهم في بلاد كاشغر الواقعة في غرب بلاد الصين، فنزحوا منها في عام 375 للهجرة 985 للميلاد بسبب الظروف الاقتصادية السيئة أو بسبب الحروب التي كانت تدور بين القبائل المختلفة عادة، وقصدوا إقليم خراسان التابع للدولة الغزنوية وصاروا تحت تبعية الغزنويين. بعد وفاة سلجوق تبوأ زعامة السلاجقة من بعده ابنه الأكبر إسرائيل، وأصبح للسلاجقة قوة عسكرية يخشى بأسها، فأدرك السلطان محمود الغزنوي ما لهم من قوة وبأس، وشعر بمدى الخطر الذي يمكن أن يشكله على دولته، فقرر القضاء عليهم، ومن ثم قام بأسر زعيمهم إسرائيل. خلف ميكائيل بن سلجوق أخاه إسرائيل في زعامة السلاجقة، وأدرك قوة السلطان محمود الغزنوي فهادنه وطلب وده، وأخذ يجمع شتات قومه ويتحين الفرصة للانقضاض على أراضي الدولة الغزنوية، ولكنه قتل في إحدى غزواته، فتولى من بعده ابنه طغرل بك. عهد السلطان طغرل بك. كان طغرل بك فارسا مقداما ويتمتع بشخصية قوية وذكاء حاد وشجاعة فائقة، ولذلك وجد تأييدا كبيرا ومناصرة عظيمة من شعبه، فأعد جيشا قويا ووضع نصب عينيه هدفا هو إقامة دولة للسلاجقة، ومضى متحديا في العمل، وسرعان ما استغل فرصة وفاة محمود الغزنوي وتراجع قوة الغزنويين بعده بسبب التنافس على السلطة، فدخل معهم في معارك وحروب
وسيطر على المناطق المجاورة له، وزاد نفوذه وقوته حتى استقل بإقليم خراسان التابع للدولة الغزنوية في عام 429-1037 للميلاد، وجلس على العرش وأعلن قيام دولة السلاجقة، ثم أرسل رسالة إلى الخليفة العباسي في ذلك الوقت القائم بأمر الله يطلب منه الاعتراف بدولته الجديدة. اعترف الخليفة العباسي بقيام دولة السلاجقة في عام 432 للهجرة 1040 للميلاد، فاكتسب السلاجقة بذلك صفة شرعية، استطاعوا توسيع حدود مملكتهم بسرعة هائلة، وأخذوا في التوسع على حساب القوى الإسلامية المحيطة، وكذلك على حساب الدولة البيزنطية التي كانت حينذاك قد دخلت في طور من أطوار ضعفها. وبذلك شملت دولة السلاجقة مساحات واسعة من فارس وشمال العراق وأرمينيا وآسيا الصغرى. ثم حدث تطور خطير في سنة 447 للهجرة 1055 للميلاد، حيث استنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالزعيم السلجوقي طغرل بك لينجده من سيطرة بني بويه على مقاليد الخلافة. وبالفعل استطاع طغرل بك أن يسقط الدولة البويهية، ودخل بغداد في سنة 447 للهجرة، واستقبله الخليفة العباسي وأمر بأن ينقش اسمه على العملة وأن يذكر اسمه في الخطبة في مساجد بغداد وغيرها. وتوطيدا للروابط بين الخليفة العباسي وبين الدولة السلجوقية، تزوج الخليفة العباسي من ابنة الأخ الأكبر لطغرل بك، وتزوج طغرل بك من ابنة الخليفة العباسي، مما زاد من شأن السلاجقة حتى أنهم حلوا محل البويهيين ليبدأ عهد السيطرة السلجوقية على الخلافة العباسية. ولا شك أن هذا أعطى مكانة كبيرة لطغرل بك في العالم الإسلامي، مما أدى إلى توحيد أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي تحت سيطرته، خاصة فارس والعراق وأجزاء من الشام وآسيا الصغرى. ثم لم يلبث أن توفي في سنة 455 للهجرة 1063 للميلاد، ليخلفه ابن أخيه ألب أرسلان. عهد السلطان ألب أرسلان. كان السلطان ألب أرسلان كعمه طغرل بك قائدا ماهرا مقداما، كما كان متلهفا للجهاد في سبيل الله ونشر دعوة الإسلام، وغير كثيرا من سياسة دولة السلاجقة في آسيا الصغرى، واستطاع أن يوسع حدود دولته وأن يسجل انتصارات رائعة ضد أعدائه في الداخل والخارج. ومن أهم هذه الانتصارات أنه نجح في أن يهزم الدولة البيزنطية هزيمة ساحقة في معركة ملاذ كارد الشهيرة في عام 463 للهجرة 1071 للميلاد، بجيش قوامه 20,000 فقط، بينما كان الجيش البيزنطي مكون من أكثر من 200,000 جندي بقيادة رومانوس الرابع إمبراطور الدولة البيزنطية. وقد سحق الجيش البيزنطي في هذه المعركة، وقتل منه 10,000، وأسر رومانوس الرابع، وتم فداؤه بألف دينار. كانت هذه المعركة من أقوى المعارك في تاريخ المسلمين، بل كانت نقطة تحول في التاريخ الإسلامي بصفة عامة. ولكن السلطان ألب أرسلان لم يعش حتى يجني ثمار نصره العظيم ويواصل فتوحاته، فقد قتل في أحد معاركه على يد أحد الثائرين بعد عام وبضعة أشهر من هذا الفوز الكبير، وتحديدا في سنة 465 للهجرة 1072 للميلاد. ويعد عصر السلطان ألب أرسلان من أهم عصور سلاطين السلاجقة، لأنه استطاع أن يوطد دعائم الدولة السلجوقية حتى ارتفع شأنها، ليستشعر العالم في ذلك الوقت قوتها وتماسكها. كما ترتب على قوة السلاجقة في عهد ألب أرسلان ظهور قوة العالم الإسلامي كقوة مرهوبة يحسب لها الأعداء ألف حساب. عهد السلطان ملك شاه. بعد وفاة السلطان ألب أرسلان خلفه في الحكم ابنه السلطان ملك شاه
الذي حكم من سنة 465 للهجرة 1072 للميلاد إلى سنة 485 للهجرة 1092 للميلاد، وكان أحسن الملوك سيرة، حتى كان يلقب بالسلطان العادل، وكان يجلس للمظالم بنفسه. وقد اتسعت الدولة السلجوقية في عهده لتبلغ أقصى امتداد لها، حيث وصلت من الصين شرقاً إلى بحر مرمرة غرباً، وذلك بمساعدة الوزير الفذ نظام الملك الذي يرجع إليه الفضل الأكبر فيما وصلت إليه الدولة السلجوقية من اتساع ونفوذ وقوة في عهد السلطان ألب أرسلان وعهد ابنه ملك شاه، وذلك بفضل سياسته الحكيمة. فقد كان نظام الملك في فترة وزارته في دولة السلاجقة يعد الأستاذ الأعظم والوزير الفذ الملهم، فأمسك بيده زمام الأمور في الدولة وأشرف بنفسه على رسم سياستها في الداخل والخارج، وحدد أهدافها، بل رسم الطرق التي توصل إلى هذه الأهداف، واستطاع بحسن سياسته أن يجعل الأمور منتظمة في أنحاء الدولة، وأن يخمد الفتن التي ثارت طوال مدة وزارته، إضافة إلى ذلك أنه أكسب السلاجقة احترام المسلمين وتقديرهم، كما بث رهبتهم في نفوس غير المسلمين، فخشيهم الروم وسائر حكام العالم في ذلك الوقت. لم يكن دور نظام الملك في الدولة السلجوقية يقتصر على الناحية السياسية فقط، بل كان له دور كبير في النواحي الأخرى كالناحية الاجتماعية والثقافية، حيث اشتهر ببناء المدارس النظامية التي نسبت إليه في الكثير من المدن مثل بغداد ونيسابور وأصفهان، كما كان عالماً يحب العلم وشغوفاً به، كما كان من حفظة القرآن الكريم، وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والعلماء وأهل الخير والصلاح، وكان جواداً عادلاً حليماً كثير العفو طويل الصمت، وظل في وزارته حتى تم قتله في سنة 485 للهجرة 1092 للميلاد، أي قبل وفاة السلطان ملك شاه بشهر وخمسة أيام. نهاية السلاجقة. على الرغم من الاتساع الضخم والقوة العظيمة التي وصلت إليها الدولة السلجوقية في عهد السلطان ملك شاه، إلا أنها بموته في عام 485 للهجرة 1092 للميلاد انفرط عقدها وتمزقت وحدتها وقوتها، وانتهى عصر القوة والمجد، وبدأت مرحلة الضعف، وذلك بسبب النزاعات والصراعات التي نشبت بين أبناء البيت السلجوقي، حيث ثارت بينهم الحروب الداخلية، مما انعكس سلباً على الدولة السلجوقية. على ضوء تلك الخلافات انقسمت دولة السلاجقة إلى عدة دول وإمارات صغيرة. أولاً دولة السلاجقة الكبرى، واشتهر منها ألب أرسلان وملك شاه وبركيا روق، وظلت تحكم أقاليم واسعة أهمها العراق وإيران، وكانت لها السيطرة المباشرة على الخلافة العباسية. ثانياً سلاجقة كرمان جنوب إيران ومنطقة باكستان، وهم عشيرة قاروت بك بن داود بن ميكائيل بن سلجوق، وهو أخو القائد الكبير ألب أرسلان. ثالثاً سلاجقة عراق العجم وكردستان في شمال العراق. رابعاً سلاجقة الشام، مؤسسها تتش بن ألب بن أرسلان، وهؤلاء انقسموا على أنفسهم عدة انقسامات، وفتتوا الشام إلى عدة إمارات. خامساً سلاجقة الروم بآسيا الصغرى، ومؤسسها سليمان بن قتلمش في عام 470 للهجرة 1077 للميلاد، وهم بيت قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق، وانتهت أيضاً على أيدي المغول الإلخانيين في عام 704 للهجرة 1304 للميلاد. وعلى الرغم من عجز الدولة السلجوقية عن توحيد بلاد الشام ومصر والعراق تحت راية الخلافة العباسية في ذلك الوقت، وعلى الرغم من أن الانقسام الداخلي بين السلاجقة أنفسهم بعد وفاة السلطان ملك شاه، والذي وصل إلى حد المواجهة العسكرية فيما بينهم، وهو ما أنهك قوتهم حتى انهارت سلطنتهم، إلا أنهم كانت لهم أعمال جليلة
وانتصارات عظيمة باهرة وجهاد طويل ضد البيزنطيين وضد الصليبيين ما زالت محفورة في ذاكرة التاريخ.